سليم بفين؟ راح مشوار كده وجاي. ما تيجي بس ماليش في انا عمري ما دخلت فرهان مع نفسي وخسرت. من اول مره شفتك فيها لقيتك جدع ابن بلد وذكي، والاصناف دي ما تلاقيش زيها اليومين دول. سعادتك الرجوله موقف، الراجل اتربط من لسانه. فين سليم بيه؟ سليم بيه سليم بيه، انسى سليم بيه اللي لادي. سليم بيه اللي لادي بحر، اصله بايت في بيته التاني. تركز معايا شويه. سليم بيه راجل شرقي يعني، ولو عرف ان انا قابلت سعادتك من وراه ممكن يزعل. ايه ده؟ هو انت من النوع اللي بتخاف؟ سيبك من بيخاف وما بيخافش والكلام ده. شوفي لك دخلة تانية. اوكي دخلة تانية. يمكن سيجارة؟ السيجارة دي عندها السول ولا ايه؟ وصلنا يا ستي. براحتك خالص. أنا هات الجزمة دي عندي. لا دي بتاعتي. طب كان أسرع. سيبك بقى تريح وبكره تبقي زي الفل. استنى بس شويه انا هعرف اظبط نفسي كويس. انا عندي سكام دوب الانفيه عملتها. طب انا اطمنت عليكي بقى، استاذن انا لو عوزتيني بكلميني. لا استنى، رايح فين؟ عشان خاطري يا فارس اقعد معايا شويه، انا محتاجه اتكلم مع حد عشان خاطري. 5 دقايق بس وبعدين روح. تفتكر يا فارس انا مبسوطه بالحياه اللي انا فيها دي؟ ده اللي يشوفك من بعيد يقول عليكي مبسوطة. برافو عليك. بعيد الناس كلها مصدقة الماسك اللي أنا لابساه، بضحك طول الوقت ولبسي كله على مود، يعني على آخر مود، بس محدش عارف قد إيه أنا بكره الظروف اللي وصلتني لكده. اللي ما يعرفش يقول عدس. يا فارس أنا اتولدت في بيت الأب كل شغلته انه يخلف بنات وبعدين يجوزهم لرجاله كبار ويقبض ثمنه، يعني ما يفرقش كتير عن اي قوات. اورني يعني؟ بالظبط. يا نهار اسود، ابوكي طلع اورني؟ لما كبرت ابتديت افهم، لقيت الموضوع بيع، فقلت بيع ببيع واستفيد انا احسن. والله عدك العين. فبعت نفسي لسليم وبقيت زي ما انت شايف، نانا هانم. نانا هانم اللي من وهي عيلة صغيرة بتحلم انها تقابل حد من سنها زي اي بنت عادية. عارف يا فارس، انا عمري ما حبيت قبل كده. نفسي احب واحد يكون راجل بجد اعيش معاه اللي عمري ما عشته. مش قادرة أنسى اليوم اللي دخلت عليا أوضة النوم، جسمك لمس جسمي.
بص يا نانا، انا عارف ان انا فيها حاجات وسخه كتير، بس ما توصلش ان اخون ولي نعمتي. انا ممكن اكون عايزك بس ما ينفعش. هو ايه اللي مش هينفع يا زباله؟ هما السطرين هيهبوا عليا انا ولا ايه؟ فوقي سطرين يا جربوع يا بيئه يا واطي يا معفن، انت زيد نفسك. انا نانا هنا يعني ما تقلش، ما ينفعش. قول السنين ده وحياه امك لاجيبك راكع تحت رجلي يا جربوع. نزلت اعمل شولنج كده واشتريت لكم شويه حاجات. ست الناس شال احلى ست في الدنيا، شال بالكهرباء. ان شاء الله يخليك يا ابني ويبارك لك. ربنا يخليك يا ام صفيه، ملكه ملوك العالم. فستانه وانا مش عارف وشه من قفاه، بس هو عجبني ومتعلق على التمثاله ب 2000 جنيه. اهدى كله يا سي فارس. ما تسمي الله يا بت. عايز افهم بقى شغل ايه اللي يخليك في العز والقبه دي كلها وتجيب كل الحاجات الغاليه دي كده في كام شهر؟ فتقولي لها حاجه يا ام صفيه، ده بدل ما تفرح ان ربنا كرمني وفتح عليا من واسع. يا فارس يا حبيبي، احنا خايفين عليك يا ضناي. خايفين عليا من ايه؟ الفلوس بتعض، هو العز وحش يا ناس؟ بس عشان اثبت لك حسن نيتي انا اخدك معايا الحفله اللي الراجل اللي انا شغال معاه عاملها، عشان تشوف الراجل ده محترم قد ايه وواصل لحد فين. ومن كتر حبه في العبد لله خلاني دراعه الشمال يمين. اسمعي كلامه يا بيت وروحي معاه. حاضر حاضر يما، لما نشوف اخرتها ايه معاك يا فارس. على النعمة من نعمة ربي، مشاعر ليك اللي جوه أكتر من كل فلوس اللي بره. فكرة انا وديتهولك غيرت 150 درجة. ده انا حاسة ان انا قرع، معرفش ودى شعري فين. قرع يا بنت زي القمر، انا مرنت. ياد الشياكة دي ياه. اه مجنة غالية 750 وفصلت خدتها ب 800 وخدت جربات هدايا. يا ابن النصابة. ناس عايشة وناس بايشة.